زلنسكي يدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لإخراج الروس من محطة زابوريجيا، وبوتين يبحث الوضع الأمني مع أعضاء مجلس الأمن الروس الدائمين. قائد القوات الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ يؤكد أن بلاده ملتزمة بمنع أي تهديد ضد تايوان. الأمين العام للأمم المتحدة يتعهد بدعم نزع سلاح كوريا الشمالية النووي. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، مرحبا بكم. أهلا بكم. والبداية من الأزمة الأوكرانية والتي بدأت قبل 6 أشهر ونصف تقريبا، وما زالت تداعيات الأزمة الأوكرانية تلقي بظلالها على العالم كله، حيث تسببت في أزمة في الغذاء والطاقة. دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإخراج روس من محطة زابوريجيا للطاقة النووية. وفي خطابه اليومي أضاف زيلنسكي أن الانسحاب الكامل للروس واستعادة أوكرانيا للسيطرة الكاملة على المحطة سيضمنان الأمن النووي لأوروبا بأسرها. عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، ركز على بحث القضايا الأمنية. وقال بوتين إن أجندتهم تتضمن قضايا أمنية خاصة في المجال العسكري. حضر الاجتماع كل من رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا مادفينكو ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولدين ونائب رئيس مجلس الأمن ديمتري ميدفيديف ورئيس الإدارة الرئاسية أنطون فيانو وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروجوف بحضور وزيري الداخلية والدفاع ومديري جهاز الأمن الفيدرالية. قال رئيس مجلس الدوما الروسي فلودين إن مسؤوليته عواقب قصف محطة الطاقة النووية في زابوريجيا تقع على عاتق الولايات المتحدة وأوكرانيا لعدم اتخاذهم أي إجراء. وشدد فولدين على أن قصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية يمكن أن يؤدي إلى كارثة نووية، مشيرا إلى أن تصرفات واشنطن ونظام كييف تحمل في طياتها خطر وقوع كارثة نووية، مشيرا إلى أن رؤساء الدول الأوروبية ستقع عليهم المسؤولية أيضا نظرا لصمتهم عن قصف المحطة النووية. وصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية بالحرج. وخلال حديثه عبر الفيديو في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، أكد غروسي ضرورة السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإرسال بعثة إلى زابوريجيا بأسرع وقت ممكن لتفقد المحطة، مشددا على أن الوقت ينفذ فيما تحاول الوكالة منذ أسابيع إرسال بعثة لتفقد المحطة. بعد مرور أكثر من 6 أشهر ونصف منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، يحبس العالم أنفاسه خوفا من حدوث كارثة نووية بمحطة زابوريجيا النووية. فالمحطة النووية الأكبر في أوروبا تعرضت للقصف مجددا، فيما تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشأن الضربات الجديدة، وذلك في الوقت الذي شددت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي على وجوب تمكينها من دخول المحطة بأسرع وقت ممكن. المحطة النووية التي سيطرت عليها موسكو منذ 4 مارس الماضي، أي بعد حوالي 10 أيام من بداية العملية العسكرية على أوكرانيا، استهدفت بعمليتي قصف الأسبوع الماضي، مما أثار قلق المجتمع الدولي.
وفي آخر تطورات العملية العسكرية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات كييف تنشر مراكز قيادتها ومدرعاتها ومدفعيتها في رياض الأطفال بمناطق زابوريجيا ونيكولاييف وعدد من المناطق الأخرى التي لا تزال خاضعة لها. وقال رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع إنه في روضة أطفال بمدينة زابوريجيا تم نشر مقر قيادة لقوات ما يسمى الدفاع المحلي ومعدات عسكرية. وميدانيا أيضا وعلى بعد حوالي 100 كيلومتر من محطة زابوريجيا وتحديدا في نيكوبول الواقعة على الضفة المقابلة من نهر دنيبر، أعلن الحاكم فالنتين ريزنيشينكو مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 في قصف روسي براجمات صواريخ جراد. نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم لقطات لما قالت إنها طائرات عسكرية روسية تحلق في سماء أوكرانيا. وقالت الوزارة إن اللقطات تظهر طيارين من الروس ينفذون ضربات صاروخية وطائرة مقاتلة من طراز سو 35 في مهمة قتالية في سماء أوكرانيا. وزارة الدفاع التايوانية إن 10 طائرات صينية عبرت الخط المتوسط لمضيق تايوان، وهو حاجز غير رسمي بين الصين وتايوان. هذا وقامت القوات الجوية الصينية مرارا وتكرارا بالتحليق عبر الخط خلال الأسبوع الماضي في إطار مناورات حربية نظمت ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة، والتي عارضتها بكين بشدة. من جانبه تحدث قائد القوات الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادي جون أكويلينو عن بوادر صراع في مضيق تايوان بعدما أجرت الصين فيه أضخم مناوراتها حتى الآن حول الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها. وقال إن بلاده ملتزمة بمنع أي تهديد ضد تايوان. من جانبه أعلن كبير مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون آسيا كورت كامبل أن الولايات المتحدة ستجري عمليات عبور بحرية وجوية في مضيق تايوان في الأسابيع المقبلة. وأكد المسؤول الأمريكي على أن الصين بالغت في ردها على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان واستخدامها كذريعة لمحاولة تغيير الوضع الراهن في مضيق تايوان. أجرى آلاف الجنود من إندونيسيا والولايات المتحدة ودول حليفة تدريبات بالذخيرة الحية في إندونيسيا في إطار مناورات عسكرية سنوية. وأكدت الولايات المتحدة أن هذه التدريبات المشتركة لا تستهدف أي دولة، وتجري المناورات في جزيرة سومطرة الإندونيسية وفي جزيرة رياو، وهي مقاطعة إندونيسية مكونة من جزر صغيرة متناثرة بالقرب من سنغافورة وماليزيا. وتشارك اليابان للمرة الأولى في هذه المناورات السنوية. قال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة يانس ليركا إن الاحتياجات العالمية الإنسانية وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. وأشار ليركا في تصريحات خلال مؤتمر صحفي بجنيف إلى أن حوالي 303 ملايين شخص يعانون من أزمات في جميع أنحاء العالم، وأضاف أن المنظمة الدولية تهدف إلى الوصول إلى 204 ملايين شخص من الفئات الأكثر ضعفاً، لافتاً إلى أنه لا
لم يسبق أن دعا العاملون في المجال الإنساني للاستجابة لهذا المستوى من الاحتياجات في الوقت الذي يفعلون ذلك في بيئات أكثر خطورة من أي وقت مضى. أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني قد انكمش بنسبة 6% على أساس شهري خلال يونيو و 1% خلال الربع الثاني من العام. وكان استطلاع قد أشار إلى انكماش نسبته 1.3% في يونيو. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الخدمات تراجعت بنسبة 0.5% خلال الشهر. ارتفعت أسعار الاستهلاك في فرنسا في يوليو لتصل إلى نسبة 6.1% على مدى عام واحد بعدما بلغت 5.8% في يونيو، وذلك وفقا لما أكده المعهد الوطني للإحصاء. وأفاد المعهد بأن أسعار الطاقة استمرت في التأثير على أرقام التضخم ولكن بشكل أقل قوة مقارنة بالأشهر الأخيرة، مشيرا إلى ارتفاع في أسعار الخدمات والمواد الغذائية والسلع المصنعة. قرر بنك الأرجنتين المركزي رفع معدل الفائدة بواقع 950 نقطة أساس، ذلك بهدف السيطرة على الارتفاع الكبير في معدل التضخم السنوي الذي بلغ 71% على أساس سنوي خلال شهر يوليو، وهو المستوى الأعلى في 20 عاما. وخلال اجتماعه أعلن المركزي أن معدل الفائدة الأساسي ارتفع إلى 69.5% من 60% قبل الزيادة، ذلك بعد أن رفع المركزي معدلات الفائدة بواقع 800 نقطة أساس قبل نحو أسبوعين. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التزام الأمم المتحدة بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية. وخلال لقائه رئيس كوريا الجنوبية أوضح غوتيريش أن إزالة الأسلحة النووية ستحقق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، مضيفا أنه يدعم تماما الجهود المبذولة لنزع سلاح كوريا الشمالية النووي بشكل كامل. أود أن أؤكد من جديد التزامنا الواضح بنزع الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه من شبه الجزيرة الكورية وكوريا الشمالية كهدف أساسي لإحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها. صرحت جريدة وول ستريت جورنال بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي استعاد 11 وثيقة سرية خلال تفتيش منزل ترامب. وكان وزير العدل الأمريكي قد أعلن أنه صدق شخصيا على مذكرة تفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا. كما أدان أيضا هجمات لا أساس لها طالت مكتب التحقيقات الفيدرالي عقب تفتيش منزل ترامب. وقال وزير العدل الأمريكي أنه طلب من المحكمة نشر وثائق القضية. وإلى العراق، حيث انطلقت اليوم تظاهرات لمواطنين عراقيين بعدة محافظات للمطالبة بحل البرلمان. وشهدت محافظات ذي قار وبابل ووسط والديوانية وميسان والبصرة والمثنى وديالة وصلاح الدين ونينوى انطلاق تظاهرات دعما لمطالب حل البرلمان. وكما انطلقت تظاهرات أمام الجسر المعلق وسط بغداد، حيث توافد المتظاهرون وسط إجراءات أمنية مشددة. بحث نائب رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق أول محمد حمدان دقلو والنائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان رياك مشار تنفيذ اتفاق السلام المنشط لجنوب السودان. وأكد دقلو مباركته للخطوات التي تمت بتوافق الأطراف على تمديد فترة تنفيذ الاتفاق لعامين إضافيين، مشيدا بجهود أطراف الاتفاق كافة والعمل على سعيها المستمر لتحقيق السلام بجنوب السودان، داعيا إلى ضرورة مواصلة العمل لتنفيذ كافة البنود المتعلقة بالاتفاق.
وفي تونس أعلنت وزارة الدفاع التونسية أن قوات الجيش ألحقت إصابات مباشرة بعدد من العناصر الإرهابية. جاء ذلك خلال مواجهات مسلحة في جبل السلوم في محافظة القصرين الواقعة على الحدود مع الجزائر. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد بن زكري إن تشكيلات عسكرية اشتبكت مع مجموعة إرهابية أثناء مهمة في جبل السلوم، وذلك فقد تم خلالها تحقيق إصابات مباشرة بعدد من الإرهابيين، وأصيب عسكريان اثنان بجروح بسيطة خلال المهمة، وتم نقلهما إلى المستشفى العسكري وحالتهم مستقرة. قالت الحكومة البريطانية اليوم إن أجزاء من جنوب ووسط وشرق إنجلترا قد انتقلت رسميا إلى حالة الجفاف بعد فترة طويلة من الطقس الحار الجاف. يأتي ذلك فيما شهدت مقاطعة دورهام في شمال شرق إنجلترا عاصفة من الغبار بعد اندلاع حريق هائل في منطقة ريفية بالمقاطعة. وتظهر اللقطات التي صورتها مقاطعة دورهام الزوبعة التي تهب فوق حقل في أعقاب حريق هائل في هذه المقاطعة. في فرنسا يكافح أكثر من 1000 من رجال الإطفاء لاحتواء حريق غابات كبير أتى على مساحة كبيرة من غابات الصنوبر في جنوب غرب فرنسا، فيما أرسلت دول أوروبية عدة طائرات وأشكال دعم أخرى للمساعدة. وقالت السلطات المحلية إن أكثر من 7400 هكتار احترقت منذ الثلاثاء. وأدت حرائق الغابات في فرنسا بالفعل إلى إجلاء حوالي 10000 شخص، ودمرت ما لا يقل عن 16 منزلا. وتشهد فرنسا هذا الأسبوع رابع موجة حارة خلال العام، حيث تواجه ما تصفه الحكومة بأنه أسوأ جفاف تشهده البلاد على الإطلاق، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية. اندلع حريق غابات كبير في منطقة ريفية في جزيرة هاواي الأمريكية، وأصدرت هيئة الأرصاد الوطنية تحذيرا أحمر لظروف الحرائق في المنطقة حتى مساء الخميس. ويحاول رجال إطفاء فيدراليون ومحليون احتواء الحريق، وتستخدم أطقم الإطفاء جرافات لإقامة حاجز للحريق، بينما تقوم عدة مروحيات من مختلف الوكالات بإلقاء المياه على نيران. نظمت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية احتفالية لأسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والمفرج عنهم لتوزيع هدايا ومساعدات لهم. يأتي ذلك تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق منظومة السياسة العقابية الحديثة. منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية لا تقتصر على إصلاح وتأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لسرعة دمجهم في المجتمع، بل تمتد إلى تقديم الدعم والمساندة للمفرج عنهم وكذا أسر النزلاء حتى يتمكنوا من مواصلة حياتهم بعيدا عن مسلك الجريمة. هنأهله وناخد بإيده نعلمه صنعة تفيده تبقى لي طوق النجاة. الدعم المقدم لهم يتسم بالاستمرارية، وهو ما بدا واضحا هنا بمركز الإصلاح والتأهيل طرى، حيث نظمت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية احتفالية لتوزيع مساعدات عينية وغذائية على أسر النزلاء والمفرج عنهم. مش مقصرين معانا في حاجه، واحنا بنشكر السيد عبد الفتاح السيسي وبنشكر كل اللي بيساهم معانا في اي حاجه يعني، وبيساعدنا ان احنا نبدا حياه كويسه وحياه كريمه. ما بيسمناش في اي عيد حضرتك واي مناسبه
والمدارس برضو حضرتك يعني مرتبين بينا وأولادنا وبناخد كل اللي احنا عايزينه. بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على معاونته بينا وبنشكر وزارة الداخلية. وقد أشاد المفرج عنهم وأسر النزلاء بهذا الدعم وتلك المساندة المقدمة لهم على مدار العام، والتي تؤكد مدى ما توليه وزارة الداخلية من أهمية كبيرة نحو دعمهم وتخفيف الأعباء عنهم حتى يتمكنوا من الاندماج السريع في المجتمع، وبما يؤكد على الالتزام بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان. أصل الحكاية فكرة انت فينا وهيبتدي المشوار. كل حفلة بيتصلوا بينا يدونا كل حاجة، الكرياتين كل شهر دي دايما الداخلية بتتصل بينا وكتبين لي دلوقتي بتجهيز، قالوا لي هنسلمه لك برضو ومش ناسينا في حاجة. وفروا لي فرش بيتي بالكامل وأنا بشكرهم جدا، وجميع الضباط بيقابلونا باحترام. توزيع تلك المساعدات جاء في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، كما تحرص وزارة الداخلية على مساندة المفرج عنهم وأسر النزلاء بمساعدتهم في إنشاء مشاريع صغيرة إضافة إلى تلك المساعدات العينية، بما يدر دخلا ثابتا عليهم. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. هذا وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 462 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 108 أطنان مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 33 طنا. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 75 طنا. كما تم ضبط 755 قضية في مجال قضايا المخابز، من بينها 82 قضية خبز ناقص الوزن و77 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 17 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 89 طن أقمح محلية. لم يكن مجرد تصور للقيادة السياسية، إنما هي آلية فكر سابق ومتطور يؤمن بقوة الشباب وأهميته بالنسبة للمجتمع. وهذا هو ما آلته المؤسسة الرئاسية على نفسها من تمكين للشباب وتسخير لكل مقومات الدولة من أجل النهوض بهم وتمكينهم وإفساح الطريق للكفاءات منهم للريادة والتطوير. المزيد في سياق هذا التقرير. إدراكاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم أن الشباب هم عماد الدولة وأساس قوتها وطريقها نحو النهوض والتقدم، فقد حرص على دعمهم بكل السبل والطرق الممكنة. فقد أطلق الرئيس حوار موسعا مع الشباب عام 2016 عام الشباب للوقوف على أحلامهم ومشكلاتهم، كما وجه الحكومة بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتطوير مراكز الشباب، فضلاً عن إطلاق العديد من المبادرات، منها مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. يضاف إلى ذلك المبادرات التي أطلقتها الحكومة لارتقاء بمستوى التعليم الجامعي والفني وإعادة تأهيل الشباب الباحث عن فرصة عمل، بما يساهم في تقليل فجوة البطالة وتمكينهم من المشاركة الإيجابية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتحتل قضايا الشباب أولويات العمل الوطني، خاصة أن مصر تمتلك ثروة بشرية كبيرة من الشباب الذي يتجاوز نصف تعدادها السكاني بشكل يؤهلها لتحقيق نهضة عصرية على كافة الأصعدة بالنظر إليهم كمورد خبرات وقدرات وطنية في مجالات متنوعة. ويعد من أهم الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم الشباب هو إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والاهتمام بتوسيع قاعدة مشاركة الشباب في إدارة الدولة بتهيئتهم لتولي المناصب القيادية من خلال إعدادهم في مختلف المجالات، كما فتحت مؤتمرات الشباب الوطنية
قناة اتصال للدولة بشبابها لتكون أفكارهم حاضرة في دوائر صناعة واتخاذ القرار. عملية تمكين الشباب شهدت أيضا خطوات في الجانب الاجتماعي للشباب بتعزيز انخراطهم في تحقيق نمو مستدام لوطنهم ودعم مبادراتهم المجتمعية، وتجلت أبرز الصور في المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تستهدف تحسين أوضاع مختلف فئات الريف المصري كأحد أدوات إدماج الشباب في تنمية المجتمع. وعملت الدولة اقتصادياً على إطلاق عدد من المبادرات الحكومية لتأهيل الشباب على تأسيسهم لمشروعاتهم الخاصة ودعم دور ريادة الأعمال في تنميتهم الاقتصادية، بالإضافة إلى أثرها في توفير فرص عمل حديثة داخل السوق المصرية ودعم الاقتصاد الوطني. أعلنت مديرية الصحة بالدقة أهلية إطلاق قافلة طبية داخل قرية 49 الدرافيل بمركز بلقاس بالدقة أهلية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة. وتشمل القوافل جميع التخصصات الطبية وتستمر لمدة يومين. وقال وكيل وزارة الصحة بالدقة أهلية شريف مكين إن القوافل تشمل صرف الأدوية وإجراء الفحص الطبي للحالات المزمنة وتحويلها للمستشفيات لاستكمال العلاج وإجراء العمليات الجراحية جميعها بالمجان. وأكد منسق القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالدقة أهلية رامز شوقي أن القوافل بالقرية المستهدفة هدفها إجراء الكشف الطبي على أكبر عدد من المواطنين المستحقين وإجراء التحاليل والأشعات اللازمة. ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة أطلقت قوافل طبية مجانية في جميع أنحاء الجمهورية وتستمر حتى 21 من الشهر الجاري. تشمل المبادرة التخصصات الطبية النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والبطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية وخدمات الأشعة والتحاليل. انطلقت قافلة طبية بمحافظة الغربية إلى قرية سجين الكوم بمركز قطور ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ووقعت الكشف الطبي على 1830 حالة مع صرف الأدوية بالمجان. وأكد وكيل وزارة الصحة بالغربية أسامة أحمد أن القوافل الطبية تستهدف الكشف والعلاج مجانا في مختلف التخصصات الطبية، مشيرا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، كما تم عمل ندوة تثقيفية للمترددين على القافلة. وصلت مطار الغردقة الدولي البعثة المصرية لعبور بحر المانش للأصحاء وذوي الهمم، حيث سافرت البعثة إلى مدينة فولكستون في إنجلترا ونجحت في عبور بحر المانش وتحقيق رقم جديد في عبوره في زمن 12 ساعة ودقيقتين. بعد نجاحها في عبور بحر المانش وتحقيق رقم جديد في عبوره في زمن 12 ساعة ودقيقتين، وصلت إلى مطار الغردقة الدولي بعثة مصر التي تشكلت من فريق يضم أسوياء وذوي الهمم. وفي المطار استقبل محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي البعثة المكونة من السباحين محمد الحسيني من ذوي الهمم وأحمد أسامة والسباحة شروات حافظ وسباحتين ألمانيتين
المسافرين، حيث استقبلهم المحافظ بالورود تكريما وتشجيعا لهم، مهديا الكابتن خالد شلبي رئيس البعثة ميدالية البحر الأحمر تكريما للمجهود الكبير الذي بذله من أجل عبور السباحين. أعضاء البعثة المصرية عبروا من جانبهم عن بالغ سعادتهم على حفاوة الاستقبال من المحافظ، كما عبروا عن سعادتهم الكبيرة بالنجاح في تحدي عبور المانش، وأهدوا هذا الإنجاز إلى القيادة السياسية وجميع أفراد الشعب المصري. بفضل الدعم من القيادة السياسية ومن معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، استطعنا نحن نجمع 4 من ذوي الهمم من كل دول العالم و2 من الأصحاء عشان نعمل حاجة جديدة لم تحدث من 40 سنة في مصر، إن احنا نجمع تتابع لعبور بحر المانش، دمج ما بين ذوي الهمم والأصحاء. وقفت ورانا القيادة السياسية بقيادة معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي علشان نعمل حدث ما حصلش قبل كده في العالم، ونحقق رقم قياسي 12 ساعة ودقيقتين، وكان معانا السباح محمد الحسيني اللي كان ليه تجربة في عبور بحر المانش وقعد قبل كده 7 ساعات وعمل 21 كيلو، إن ابتدى المحاولة بالليل في الضلمة الساعة 3:51 وكان قدامنا 10 مراكب، استطعنا الحمد لله إن احنا نعدي 10 دول وكان ما فيش قدامنا إلا مركب واحدة لدولة كانت سبقانا بساعتين، والحمد لله استطعنا بفضل مجهود 6 الرجال المحترمين اللي هم بيحبوا بلدهم ان احنا نتعب ونشقى لغاية ما نكسر 10 دول اللي قدامنا ونكسبهم ونعدي ونرفع علم مصر على الجانب الفرنساوي، ودي بقى له كان 40 سنة ما حصلش الحدث ده بعد الكابتن عبد اللطيف ابو هيف وبعد اباطرة السباحة المصرية، استطاع 6 مصريين منهم 2 المان ان هم يعملوا حاجة ما حصلتش من 40 سنة وترفع علم مصر على الجانب الفرنسي. وتعد هذه اول مرة يتم عبور المانش من فريق يدمج بين الاصحاء وذوي الهمم، ليسجل هذا الإنجاز في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بالتعاون بين مصر وألمانيا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس شديد الحرارة نهارا بسبب ارتفاع الرطوبة النسبية على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء. وهذه هي درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
وإلى هنا تنتهي نشرة التاسعة، ولا يتبقى سوى تذكرة بأبرز عناوينها. زيلنسكي يدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لإخراج الروس من محطة زابورجيا، وبوتين يبحث الوضع الأمني مع أعضاء مجلس الأمن الروس الدائمين. قائد القوات الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ يؤكد أن بلاده ملتزمة بمنع أي تهديد ضد تايوان. الأمين العام للأمم المتحدة يتعهد بدعم نزع سلاح كوريا الشمالية النووي. إذن انتهت نشرة التاسعة، ولكن ما زال هواء التاسعة مستمر مع دينا عبد الكريم. يسعد مساكي دينا، يعني أكيد حلقة نهاية الأسبوع مميزة عن باقي أيام الأسبوع. أنا بشكرك يا أميرة، يسعد مساكي، يسعد مساكي حكمة، مبسوطة أكون معاكم. وحلقة النهاردة جميلة ومليانة شباب ومليانة نجاحات كده، وأعتقد أنه ختام خفيف للأسبوع، فمبسوطة أن يكون معاكم. وبرضه هختم بكلمتك الحلوة، يسعد مساكم طبعا. مرسي، موفقة إن شاء الله يا دينا. شكرا، بشكركم، بشكر كل فريق نشرة التاسع. نبدأ مع حضراتكم حالا فقرات برنامج التاسع.